وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك. ما أحلى ساعة الصلاة لما أقف قدام الله، لا أشعر بأحد سوى. ما أحلى ساعة الصلاة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثلي كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي ثبتني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك،
لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. أنام يا رب بمسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات، ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينام علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمام جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك يا فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحيني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى ظهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. شوي سنينان تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي والملك، بركات على جميعنا آمين. إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. باطل هو لكم التبكير في القيام والتأخر عن الرقاد يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباءه نوما. البنون ميراث من الرب، وثمرة البطن عطية منه، كالسهام بيد القوي كذلك أبناء الشبيبة. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا كلموا أعداءهم في الأبواب. هللويا. لولا أن الرب
كان معنا ليقل إسرائيل لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا إذا لغرقنا في الماء وجاز على نفوسنا السيل بل جاز على نفوسنا الماء الذي لا نهاية له مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض هللو إليك رفعت عيني يا ساكن السماء فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا عارا من المخصبين وإهانة من المتعظمين هللويا رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد هللويا زوكساسيوس يوسيمون فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا أمين ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه فلما دخل بيت الفريسي اتكى وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة الطيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك قال محدثا نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها إنها لخاطئة فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك فقال قل يا معلم قال كان لداء مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50 ولم يكن لهما ما يوفيانه فسامحهما كليهما فمن منهما يحبه أكثر أجاب سمعان وقال أظن أن الذي سامحه بالأكثر فقال له بصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي من أجل هذا أقول لك
إن خطاياها الكثير مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة إن إيمانك خلصك فذهبي بسلام. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. أعطني يا ربي أنا بي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا إن إيمانك خلصك. ذوق سبات ريك إيوك أجيوم نماتي. إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونول آمين. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. ذوق سبات ريك أيوك أجيوم نغماتي. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كآئي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كريالي
كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا لا قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أدر عقولنا لنفهم أقوالك المحيية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك آمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له الممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد
آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.